يعني فوزي قشطكم. مش فوزي، احمد شاكك في الواد ابنه اللي خد مننا جاكيتات ودخل بقى جوه الشقه. وانتوا يعني كان لازم تروحوا الغدا بالبدلي الرسمي؟ انا مش فاهم تستحملوا الجاكيتات دي في الصيف ازاي. يا سعيد، ما احنا خرجنا من الشغل على العزومه على طول. طب قول لي مجموع الفلوس اللي اتاخدت منكم كام؟ 1500. بس فوزي كان يعني مكلف في الغدوه الحقيقه، يعني كده هو كريمكم. انا بقول تكلموا انت يا سعيد، انتوا محتاجين الفلوس دي؟ طبعا محتاجينها. وبعدين انت عايزنا نتسرق ونسكت؟ لا ما اقصدش، بس يعني يمكن فوزي خد الفلوس دي سلف. ده يا سعيد انت لسه برضه بتشك في فوزي؟ مش هو صاحب البيت؟ يبقى هو المسؤول عن كل اللي فيه. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ خلي احمد يكلمه. احمد محرج. يبقى منير. منير؟ منير اصلا مش مهتم بالموضوع. انا لما كلمته قعد ساعه في التليفون يكلمني عن صاحبتك بتاعه محل الحلويات. الله الله، ده كده سنانه غمزت. واضح. بقولك يا سعيد، ما تكلم انت فوزي يعني بطريقه مهذبه ولبقه كده عشان ما يزعلش. ما انت عارفني يا محسن، انا على طول دغري خصوصا في الحاجات دي. مالك يا بابا النهارده؟ في حاجه؟ الان الان يا نادى حبيبتي. الان على ايه حبيبي؟ المولى اللي واخداها حبيبتي صاحبه الصوت الجميل هتنتهي بكره، وعشان كده خايف، خايف على مستقبلي. خايف من ايه يا حبيبي؟ ده انت المفروض تفرح مش تخاف. فريدي قالت لا. يا بابا خلي عندك ثقه في نفسك، هو انت قليل باي واحده في الدنيا تتمناك. ماهد ارجوكي ما تخلينيش اعيش في اوهام، كفايه صدمه سميره وعبله. ما يستاهلوكش يا حبيبي، والله ما يستاهلوك. صدقني انا حاسه ان صاحبتك دي هتوافق. يا ريت يا ريت يا نهد حبيبتي، ساعتها انا مش عارف اعمل لك ايه. ساعتها تقولي دوري لك على حته تانية تسكني فيها. لا انا هخليكي قاعده في اوضتك، ومش يمكن عندها شقه كبيره. يعني انت عايز تسيبني وتروح تقعد معاها؟ دي اخرتها برضو. لا ما يصحش. طب ايه رايك بقى، انا هشترط عليها تيجي تعيش معانا هنا، يا كده يا كل واحد يروح لحاله بقى وربنا يعوض عليا. يا سامي عملت ايه؟ وديت باباك لدكتور القلب؟ ايوه. طب خير؟ قالك ايه؟ بيقول ان عنده انسداد في 4 شرايين ولازم له عمليه جراحيه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب العمليه دي هتتكلف قد ايه؟ فاطمه انا هبيع الورشه وهدي لك حقك ونصيب، انا هدفعه مصاريف عمليه بابا. بقول لك العمليه دي تتكلف قد ايه؟ حوالي 40,000 جنيه. 40,000 جنيه يا اختي؟ لو 100,000 انا سداده. كتر خيرك يا ست روحيه. بس يعني انتوا ذنبكوا ايه؟ ذنبنا؟ ده احنا جيران يا مسامي، يعني اكتر من اهل. ايوه بس يعني حتى المبلغ ده مش هنقدر نسدده. اخص عليكي، تسددي ايه يا ستي انتي؟ حد قالك تسددي؟ وبعدين ده سامي في مقام بنتي واغلى، مش يمكن يحصل نصيب ونبقى نسايب؟ يا ريت يا ريت يا ست روحيه، يا ريت. ده نمونة عيني ان سامي ياخد بنتك، ده لو لف الدنيا دي كلها مش هيلاقي احسن منها. نقول ايه في اللي لازقه في رقبته؟ ولا يهمك يا ست روحيه، دي جمايلكو دي كلها في رقبتنا، ده بعد الكمايل دي كلها سامي يقدر ما ياخدش بنتك؟ ده حتى سامي ابني بيعرف الاصول كويس. سيبك انتي، قولي لي عايزه المبلغ امتى وانا اجيبه لك. ايه الحكايه؟ يعني احمد ومحسن ما جوش النهارده؟ يعني زمانهم جايين. انا ما قلتلكش ايه اللي حصل لهم بعد ما نزلوا من عندك. ايه اللي حصل؟ كل واحد فيهم رجع البيت لقى محفظته مهويه. يعني ايه مهويه؟ يعني اللي كان حاطط 600 لقاهم 200، اللي كان حاطط 1000 لقاهم 400، اللي كان حاطط 700 لقاهم 150. ايوه ايه اتنشلوا يعني؟ يا فوزي النشال هينشل الفلوس من جوه المحفظه؟ النشال بينشل المحفظه كلها. قصدك يا سعيد؟ انتوا عندكم شغاله؟ طبعا عندنا شغاله. ما مديتش ايدها على حاجه قبل كده؟ لا ازاي؟ ده طول عمرها كويسه وامينه.
وانت طبعا مستحيل تمد ايدك على فلوس اصحابك. ايه الهزار البايخ ده يا سعيد؟ ده مش هزار يا فوزي، انا بتكلم جد. يعني وبعدين صدقني الموضوع خطير. عارف لو واحد بس اللي راحت فلوسه نقول راحت منه في اي حته، لكن الثلاثه يكتشفوا ضيعان الفلوس بعد ما نزلوا من عندك. خلاص هبقى ادور على فلوسي وارجعها لهم. فوزي مش حكايه الفلوس، يعني دي مبالغ مقدور عليها، ما انت شايف كل واحد فينا دافع كام نصيبه في المحل. لكن اللي انا قلقان منه ان يكون حد من ولادك هو اللي خد الفلوس دي. ولادي؟ انتظر انا ما رضيتش اقول لامكم على اللي حصل عشان ما يجرالهاش حاجه. ليه يا ماما؟ انت ناوي تتجوز ولا ايه؟ انا هبلغ عنكم البوليس. انا هوديكم في 60 داهيه. ليه يا بابا؟ احنا عملنا ايه؟ استعبط يا اخوان تهو. استعبط. فين الفلوس؟ فين الفلوس اللي سرقتها من المحافظه بتاعت جاكيتات اصحابي؟ انا في اليوم اللي انا مترقي فيه وفرحان تسرقوا اصحابي، فين الفلوس؟ عيب يا بابا، على فكره احنا مش حراميه. امال مين اللي سرق الفلوس؟ امكم؟ هو انت يا زفت الدين انت؟ مفيش الا انت. تعالى لي هنا وديني الفلوس. فين؟ اقف قسما بالله العظيم لو ما قلت الفلوس دي فين لوديك النيابه. فين الفلوس؟ انت؟ انا مين اللي خد الفلوس؟ انا مش انا بابا. اوعى يبقى انت صح؟ انت يا مرتضى تعالى. وديت الفلوس فين؟ انت. لا يا بابا مش انا اللي اخدت الفلوس، سمير هو اللي اخد الفلوس وكان بالقمار على يد جاكيتات كده. طب انا بقى اقول الحقيقه. ليه يا ماما تاخد فلوس من الست دي؟ يعني كنت عايز نعمل ايه؟ أسيب أبوك يروح من إيدينا؟ ما أنا قلت لك إن هبيع الورشة. الفلوس اللي هتاخدها من بيع الورشة دي يا ابني هتقضي؟ بإذن الله هتقضي. ونعيش منين بعد كده؟ ده المعاش اللي بياخده أبوك يا دوبك يأكلنا عيش حاف يا ابني. وماله يا ماما؟ وماله؟ ناكل عيش حاف لحد ما ربنا يفرجها. ولا هي شغلانة بعد ما اتخرج. عايزني اقول ايه دلوقتي لهنية؟ اقول لها ايه؟ دي عشمها كبير قوي فينا. عشمها في ايه بالظبط يا ماما؟ يعني يا ابني انت مش عارف هي قصدها ايه؟ اه يعني هي بتشتريني لبنتها. طب يا ماما الست دي لازم تعرف كويس قوي ان ابنك مش للبيع. حاسبي عليا عشان اعرف ارقص. احاسب عليك من ايه؟ من عينيكي. ومالهم عينيا؟ حاسس انهم بحرين مالهمش قرار. خايف اغرق فيهم. بس انا خلاص غرقت. يعني مصرة؟ انا قلت لك خلاص غرقت. مش عايزاني انقذك؟
مصر على دخول الامتحان؟ وهنجح فيه. انا قصدي على مسابقه الرقص. طول ما احنا بنتمرن هنكسب. ولو خسرنا هتطلع انت الكسبان. هكسب ايه؟ انك اتعلمت حاجه ما كنتش تعرفها. تسلم ايدك. برقت الوش؟ معلش يا بابا، عن اذنك. أنجيزة. نعم. تعالي عايزة. أنا بقالي كام يوم ملاحظ إن فاطمة أختك مزاعة وايدها، يعني لا بتتكلم ولا بتهزر، وقاعدة على طول في أوضتها. مش عارفة يا بابا، أنا كل ما بقول لها مالك ما بترضاش تقولي. بس ده معناه إن عندها مشكلة كبيرة. يمكن زعلانة هي وسامي. طب هي عاملة إيه في المذاكرة؟ مش عارفة، أنا كل ما بدخل عليها الأوضة عليها حتى وشها في الكتاب عشان ما أشوفها شوية زعلانة. قوم يا حبيبتي. عن فاطمة، أنا آسف، مش هنقدر نستمر. عندك إيه يا سامي؟ يظهر يعني إن الظروف وقفت ضدنا. نقوم نستسلم لها كده بسهولة؟ أنا فكرت كويس، فعلا أمه عندها حق. أنا بعد ما بيع الورشة مش هتفضلنا حاجة نعيش منها أنا وأبويا وأمي. مش هقدر أتقدم لك ولا أطلبك. أنت بتقول إيه؟ لأن ساعتها هكون مظلومك معايا. مالكش دعوة بيا يا سامي. يا سامي أنت عمرك ما ظلمتني. وانا كمان متاكده ان عمرك ما هتظلمني. طب افرضي هنعيش ازاي؟ هطلب من والدك انه يصرف علينا؟ صراحه فاطمه كده يعني انا قدامي عرض مقدماه واحده ممكن ينقذ حياه ابويا وحياه عيلتي كلها بعد العمليه ومصاريفها من الجوع. عرض؟ عرض ايه؟ عرض مقدماه مرات صاحب البيت انها تدفع تكاليف العمليه والورشه تفضل زي ما هي. دي ست نبيلة قوي. نبل مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني في شرط ضمني أنا ما صرحتش بيه، إني لازم أتجوز بنتها. يعني تقدري تعتبريها صفقة. ويا ترى أنت موافق؟ أنت تعرفي إن دي أخلاقي. سامي، أنا مستعدة أتنازل عن نصيبي في الورشة بعد البيع. أسألك مرة تانية، أنت تعرفي إن دي أخلاقي؟ خلاص يا فاطمة، اعتبريها تجربة. تجربة؟ لا يا بابا، أنا حاسة إن حياتي ضاعت خلاص. حياتك ضاعت للدرجة دي؟ حضرتك ما تعرفش أنا من ساعة ما عرفته هو نبيل معايا قد إيه. ده مصمم إنه لو باع الورشة يديني نصيبي. أنت ما كنتيش عايزة تاخدي نصيبك؟ يا بابا، أنا كان قصدي أساعده يعني علشان الظروف الصعبة اللي بيمر بيها، لكنه رفض. العملية دي هتكلف كام؟ 40,000 جنيه. وهو عاوز يبيع الورشة بكام؟ تقريبا ب50,000 أو زيادة شوية. يعني لو باع ب50,000 ورجع لك نصيبك 10,000 جنيه، يبقى ال40,000 يا دوب مصاريف العملية بتاعت والده. بالظبط كده. يا بنتي انا لو اضمن انه يقبل المساعده انا كنت ساعدته، بس كلامك عنه بيدل انه انسان صاحب كرامه وعزه نفس. انا مش عارفه يا بابا اعمل ايه. وانت في ايدك ايه تعملي؟ اسمعي، انا مش عايز التجربه دي تخليكي تتهزي، انا عايزك تفضلي قويه. فاطمه انت لسه صغيره، ويعني هتقابلك مشاكل كتير في الدنيا اكبر من المشكله دي. بعدين انت امتحاناتك قربت، فانا مش عايز المشكله تبقى مشكلتين وتبقي خسرتي كتير. وانا حاسس
ان ربنا مش هيتخلى عنكم، لانكم بتحبوا بعض حب حقيقي. وكمان عندي احساس ان المشكله دي ليها حل. انا اسف جدا يا جماعه، مش عارف اقول لكم ايه. ارجوكم ما تزعلوش مني والفلوس بتاعتكم. ايه احنا زعلانين علشانك يا فوزي؟ اعمل ايه؟ حظي في ولادي طلع كده. لا لا لا، مش حظك يا فوزي، دي مأساة آلاف الشبان اللي اتخرجوا من الجامعة ومش لاقيين وظايف وبقوا معالة على أهاليهم وعلى المجتمع كله. ما كمان الدولة مش معقولة هتعين كل واحد يتخرج. يا عم الحالة بقت صعبة قوي، اللي عنده موظفين مش عارف يدفع لهم مرتباتهم، ده حتى بيفكر في إنه يتخلص من أكتر اللي عنده. واللي زود المشكلة إن خريج الجامعة عايزين يشتغلوا في تخصصهم وبمرتبات كبيرة. ما أنت شايف العيشة بقت غالية إزاي يا سعيد؟ مش احسن لهم يشتغلوا شغلانه شريفه لحد ما يلاقوا اللي هم عايزينه، ولا يفضلوا قاعدين كده من غير شغل؟ وايه هي الشغلانه بقى اللي بتقول عليها دي يا سعيد؟ يعني انت يا فوزي ما تقدرش تدفع مرتبات لولادك لحد ما يشتغلوا؟ انا بديلهم المعقول، انما ما اقدرش اديلهم مرتب ووظيفه، ساعتها مش هيدوروا على شغل. صح، فوزي بيتكلم صح. طب ايه رايكم؟ جات لي فكره، يعني ما تيجي نساهم في حل مشكله ازمه البطاله دي في البلد؟ ازاي؟ الكافيتيريا قربنا نفتحها خلاص. هات ولادك يشتغلوا هنا لحد ما يلاقوا الوظيفة اللي هم عايزينها. ايه ده يا سعيد؟ انا ولادي يشتغلوا جرسونات؟ مش احسن ما يشتغلوا شغلانة غير شريفة؟ ولا حرامية؟ فيها ايه بس يا فوزي؟ دلوقتي المحل ده لما نيجي نشغله مش هنطلب شبان عشان يشتغلوا فيه؟ انا متأكد بقى ان معظم اللي هيتقدموا هيكونوا جامعيين. انت سعيد ترضى ان ابنك يشتغل جرسون هنا؟ ده انا بدي. اسمع شوف، انا لو ابني اتخرج ولقى الشغل هجيبه يشتغل هنا. مش احسن ما يسافر اوروبا يشتغل مربطون، ولا يسافر اي بلد يفضل تحت رحمه صاحب العمل يطرده في اي لحظه؟ يا احمد انا عايزك على انفراد بعد اذنكم. اسمع يا احمد، انا عايز نتقابل بكره الصبح الساعه 10. لا بكره ما ينفعش، انا عندي شغل. خدوا عرض يا اخي، انت موظف كبير تقدر تخرج وتدخل زي ما انت عايز. في ايه يا سعيد؟ عاوزك بكره تروح تشتري لي ورشه. ورشه؟ ورشه ايه؟ ورشه تصليح سيارات. يا ابن الايه، والله فكره جوهريه حلوه قوي. بس اسمع، انا مش عاوز حد ياخد خبر عن الموضوع ده نهائي. ماشي، اخش معاك شريك في المشروع ده؟ لما نتقابل بكره هفهمك على كل حاجه. اوكي يلا. فاطمة أنا آسف اتأخرت عليكي. معلش، أصل لسه مخلص دلوقتي حالا مع اللي اشترى الورشة. خلاص بعتها؟ الحمد لله، والراجل كان كريم جدا معايا. لما قلت له يحدد الثمن قال رقم ما كنتش أتخيله. تصوري اشترى الورشة بستين ألف جنيه. يعني أنت شايف إن ده سعر مناسب؟ بصراحة يعني هو في اتنين شافوا الورشة قبليه وقالوا لي إنها ما تساويش أكتر من 40,000 جنيه. المهم دلوقتي يا فاطمة، بس خدي المبلغ ده، دول 15,000 جنيه. أيوة، بس أنا نصيبي 10,000 جنيه وبس. ده لو كانت الورشة اتباعت ب50,000 جنيه بس. معلش أنا مش هاخد غير 10. وأنا مش قبل كده قلتلك إني ما بقبلش مساعدة؟ بس أنا وأنت إيه؟ إحنا الاتنين واحد. أرجوك يا فاطمة ريحيني، انت عندك مصاريف كتير. لا اطمني، انا عامل حسابي. طيب ممكن تاخدهم وتعتبرهم سلف وتبقى ترجعهم لي بعدين؟ بعدين؟ وانت تفتكر يعني ان هيكون في بعدين؟ قلبت منها كام لحد دلوقتي؟ ايه دي طلع ايديها ناشفة على الاخر، ما دفعتش اكتر من 200 جنيه. بقى هد الحل ده كله ب200 جنيه؟ اه عشان تعذرني بقى، رخر انا بفكر ان انا اخلع من الشغلانه دي. لا 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 لا، ما تزعلش طنط تفيده، ما انت عارف ان ليها مصالح مع طنط ناهد. اه علشان لها مصالح مع طنط ناهد يبقى هي اللي تدفع الفرق. طب انا عندي فكره احسن وتطلع من وراها بقرشين. فكره ايه دي؟ هتتجوز طنط ناهد. ايه ايه ايه؟ اتجوز انا
صدقني مش هتلاقي عروسه زيها. وبعدين يا سيدي مش هتغرم حاجه في الجوازه دي، بل بالعكس ده انت هتغرق في الفلوس. ومين بقى اللي قال لك ان معاها فلوس؟ طنط تفيده قالت لي انها محوشه فلوس كتير، وان انكل سعيد لما طلقها ساب لها فلوس كتير علشان تبقى تصرف منها. انت متاكد من الكلام ده؟ بقول لك طنط تفيده هي اللي قالت لي. بس اللي انا اعرفه بقى ان انكل سعيد راجل غني قوي، وكان معاه فلوس كتير وما زال معاه فلوس، لانه شفته راكب حته عربيه انما ايه تحفه، عربيه جنان ما يقلش ثمنها على الربع، ربع ايه، ما يقلش ثمنها على نص مليون جنيه. بس معلق بيت تهوس ومروش نفسه اخر روشه. طب بقول لك ايه، ايه رايك بقى في اللي انا هقوله لك؟ ما تلف على واحده من بناته وتتجوزها. ما انا سالت طنط تفيده قالت لي انهم الاثنين كومبلي مخطوبين يعني. يا سلام، تلاقيها بس بتقول لك الكلام ده علشان تدبسك في واحده من بناتها. لا يا عم، دي طنط تفيده واعيه قوي وعايزه تجوز بناتها جوازات سوء. طب خلاص بقى، خلينا في طنط ناهد وجوازتها وفلوسها. اه يابا، بس ما تنساش صاحبك في الروشنه ده، انا بردك اللي برميلك الافكار اللي هي انساك. انا انساك ده كلام ايه؟ ايه الاخبار؟ كل واحده فيكم بتذاكر كويس ولا سرحانه فارس الاحلام؟ انا يا بابا ما عنديش فارس احلام. امال فاضل ده يبقى ايه؟ خايب الاحلام؟ فاضل؟ فاضل ايه؟ فاضل ده انسان عادي كده وبسيط، كل اللي يعرفه في الحياه انه يسمع كلام مامته وبس. بكره لما يتجوزك هسمع كلامي. على فكره انا كنت زي وانا صغير يعني كنت بسمع كلام امي لاني كنت بحبها قوي، وبعدين لما جوزت امكم بقيت اسمع كلامها عشان ما اعملش مشاكل والحياه تستمر. عشان كده مش عايز اي واحده فيكم تحاول تسيطر على جوزها، لان ده يضعف من شخصيته. عارفين زي ايه؟ زي الحاكم اللي ما بيديش فرصه لشعبه انه يشارك في الحكم. بتكون النتيجه ايه؟ ان عقله بيضعف، وعيه بيقل، بيخيب يعني. بس يا ويلي الحاكم ده لو الشعب استرد وعيه. بس انا يا بابا مش بحاول اسيطر على شخصيه فضل ولا حاجه، انا بحاول اخليه محايد. لا بصي يا حبيبتي، ده غلط. لازم يكون رايه فعال، يعني راي حقيقي. ولا ايه رايك يا فاطمه؟ ايه مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ ابدا يا بابا، انا بس كنت سرحانه شويه. ياه، كل الكلام اللي قلناه ده وانت سرحانه؟ لا، ده يبقى فيه مشكله كبيره وانت مش عارفه تلاقي لها حل. لا يا بابا، مفيش اي مشاكل. مفيش مشاكل؟ طيب الحمد لله. اخبار الباشمهندس ايه؟ لا اللي يشتري الورشه؟ ايوه يا بابا. ودفع لك فلوسك؟ طب متضايقه ليه؟ كنتش عايزه يبيع الورشه يا بابا. مش عايزه يبيع الورشه؟ وبلاش عالج ابوه. يا بابا اصل فاطمه حاسه طالما الورشه راحت يبقى سامي كمان راح. لو كانت علاقتك بسامي مرتبطه بالورشه دي تبقى علاقه عمل، لكن لو العلاقه اكبر من كده مفيش مشكله تاثر فيها. يا بابا سامي زي ما قلت لحضرتك عنده كرامه وكبرياء، الورشه دي كانت بالنسبه له احساس بالامان، ما كانش عنده اي استعداد يشتغل اي وظيفه علشان يجي يتقدم لي. ايه هي علاقته بيكي اتغيرت؟ هو خايف بس احسن يكون عبء علي. ليه؟ هو مش متاكد من حبك ليه؟ انا حاسه ان سامي بيحبني اكتر ما بحبه، علشان كده خايف علي، خايف لما يقدرش يساعدني يا بابا. لو بيحبك زي ما انت بتقولي هيرجع لك، هيعمل المستحيل عشان يسعدك. صدقيني المشاكل اللي بتدمر الحياة بتحصل لأن مفيش حب حقيقي. الحب الحقيقي هو اللي بيقدر يغلب كل حاجة. مين اللي جاء مبروك؟ واد اسمه عمرو عايز حضرتك. واد؟ الواد ده معابك اللي روز تجارة، مش هتحترمي نفسك بقى؟ ده مش باين عليه. طب شوفيه يشرب ايه؟ هو قريب حضرتك؟ انت مالك؟ فعلا شقة كده. ازيك يا عمرو؟ اهلا اهلا يا نورنا، ازيك؟ نورنا ده ايه؟ دلع ناهد. مين قال لك ان انا عايزاك تدلعني؟ ابدا، عشان يعني نعرف ناخد راحتنا في الرقص واحنا. طب اقعد اقعد اقعد، جابوا لك شاي؟ طب كويس. اه طنطك تفيدة قالت لي ان انت عاوز تقابلني. ايوه. طيب يا ابني، ما هو المعاد كان بعد نص ساعة في النادي وأنا كنت لابسة ونازلة، إيه اللي خلاك تجيلي البيت؟ أبداً يعني إحنا قلت أجي البيت عشان
نعرف ناخد راحتنا في الكلام، بعيد عن النادي، بعيد عن طنطا فيدا، بعيد عن عيون الناس. انت عايز فلوس؟ لا ابدا لا، لو سمحتي لو سمحتي، انا مش انسان مادي، انا انسان عاطفي، عاطفي قوي قوي، يعني كل حنية، كل احاسيس، كل مشاعر. انا كنت عايز اكلمك كده في موضوع خاص بيا وبيكي. بيا وبيكي ده ايه؟ الحقيقة يعني من ساعة ما طلبت مني طنطا فيدا ان احنا نرقص مع بعض ونبقى كوبلين في الرقص، وانا بحس باحاسيس غريبة. غريبة ازاي يعني؟ واحنا بنرقص مع بعض كأني طاير، طاير في السماء، كأني بتفسح بين النجوم، واتمنى واقول لنفسي يا ريت الرقصة دي ما تخلص ابدا. انت تخلص بقى بسرعة، علشان انا من ساعة ما بقيت اعمل شعري ولا خلق ايدي بقيت كده. يعني بصراحة انا مكسوف، مكسوف منك قوي. لا لا ما تتكسفش، قول. نونا اللي جاي اشد. معلش هات هات. طب نونا انا 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 بحبك وعاوزه اتجوزك. قول ايه يا ولد؟ اديني نمره مامتك، اديني نمره امك، انا هخليها تكسحك. انت اكيد اتجننت، ازاي تطلبها للجواز؟ الله، طب ودي بقى فيها ايه؟ ها طيب عندك شقه؟ شقه؟ طب وشقه ليه؟ ما الشقه عندها. طيب هتدفع لها مهر قد ايه؟ طب وادفع مهري ليه؟ مع عفشها موجود. طيب هتجيب لها شبكه بكام؟ واجيب شبكه ليه؟ ما هي بسم الله ما شاء الله كده، اكيد عندها ذهب والماس كتير. الله، ده انت داخل على طمع بقى. طب قول لي هتصرف عليها منين؟ اصرف عليها؟ واصرف عليها ليه؟ المفروض ان واحده في سنها يعني تشتري راجل. راجل؟ هو فين الراجل ده؟ قهوتك يا توتة. يا اختي قهوتك يا توتة. ده ايه الرقه دي كلها؟ امال ايه اللي انت عملتيه في الولد ده؟ عملت ايه؟ انا مش عارف عيال ايه دول. ولد جامعي زي الفل، عايز يتجوز واحده قدامه عشان تصرف عليه. وماله يا حبيبتي، المثل بيقول المليان يكب على الفاضي. وبعدين تعالي هنا، معقول اللي عملتيه؟ مسكت الواد ضربتيه علقه، كسرتي له عظمه، واخدت منه نمر تليفون امه، كلمتيها وهزقتيها وشتمتيها، عملت لك ايه بس الست؟ عملها زي وشها، دي مش تستاهل التهزيق، دي تستاهل الشنق عشان ما عرفتش تربي ابنها. اسم الله يا حبيبتي، واللي ربت ولادها كويس عملت ايه؟ ما هم سابوها وهي قاعده قدامي جنب الحيطه بتسمع الزيطه. انا نفسي اعرف انت موديني على فين. انت مش قلت مش عايز تقعد في المحل وسط الزحمه والعمال؟ اه فعلا. خلاص نروح بقى نقعد شويه في محل الحلويات اللي اشتريت منه التورتايه اللي جبتها يوم رحنا اتغدينا عند فوزي. انت لسه فاكر؟ اصلها عجبتني قوي. اه سعيد، يا مين دي التورتايه؟ فكنت عايز اعرف يعني ايه حكايه المحل ده معاك؟ الحكايه والروايه يعني محل حلويات عادي. خلاص نروح نقعد نشرب هناك شويتين شاي، ناكل حتتين جاتوه، وبعدين ما تقلقش انا اللي عازمك يا سيدي. لا هناك مش هياخدوا منك ولا مليم، اصلي في المحل ده ليا وضع خاص قوي قوي قوي. وانا بقى اموت واعرف ايه هو الوضع الخاص بتاعك ده يا سعيد. ازيك يا نعم؟ عرفني عليه، ابوس ايدك، عرفني عليه. بعدين عرفني عليه. بعدين اتفضل. انا هاتلي شاي واختاري لي اي حاجه على ذوقي. عرفنا عليها بقى، عرفنا. عليها. اسف يا نعمه، المسؤوله عن الكافيتيريا هنا في المحل الاستاذ منير، صديق عمري وفي مقام اخويا بالظبط. اهلا بيك يا منير بيه. الله، ايه ده سعيد، سعيد قوي، ما تصوريش سعيد قد ايه بالصدفه دي. ميرسي. هو ما عملتها صدفه زي عبد الحليم حافظ؟ ده انا اللي جايبك. ما كنتش اعرف اني هشوف حاجه حلوه ومسكره قوي كده. ما تعطلهاش وقول لها عاوز ايه. انا هشرب اللي انت عايزاه، هاكل اللي انت عايزاه، هنام وقت ما تحبني، هصحى وقت ما تحبني، هلبس اللي انت عايزاه. انا صدمت امر ليك. خلي بالك منير اسرع واحد يسلم نفسه واسرع واحد يرجع في كلامه. لا يا اخي لا، صدقيني المره دي لا للدرجه دي واكتر. طب يلا روح هات لنا الحاجات ولا مش هتخلصي منه. مين دي؟ مين دي يا سعيد؟ دي نعمه. عارف يا سيدي انها نعمه، عارف هتقول لي
عرفتها ازاي ومنين وفين؟ ما هي دي اللي محسن كشف لكم سر بسرها. يعني انت العلاقة بيها؟ انت افكارك سيئة كده دايما. امال ايه حكايتك معاها؟ بصراحة يا منير، نعمة دي انسانة ممتازة في كل حاجة، وانا امنية حياتي ان انا اتجوزها. الدرجة دي؟ وايه اللي منعك؟ اهو الهوى ما جاش سوا. يعني يعني حب من طرف واحد. بس انا شايف انها مهتمة بيك. يعني مهتمة بيها كزبون بس. انت صرحتها؟ طبعا، بس هي قالت لي لا، خلينا اصدقاء من بعيد لبعيد. يعني كل ما احب اشوفها منير لازم اقعد في المحل هنا كزبون واكل بسبوسه وكنافه وبلاك فورست لحد ما السكر ارتفع عندي تاني. كلام جميل، كلام يشرح القلب. يبقى عندي سكر؟ الله يخرب بيتك يا منير. تشبت في صاحبك عادي. خلاص اتفضل. سكرك قد ايه يا منير؟ ها؟ ها؟ بتقول لك سكرك قد ايه؟ سامع يا سيدي سامع. المدام متجوزه؟ أنا عارفة إن حركتي تقيلة، أصل أنا بقالي حوالي 21 سنة ما اتحركتش من بيتنا. أنتِ من ساعة ما ابتديتي وأنا نفسي أسألك سؤال. اتفضل. أنتِ ليه عايزة تشتركي في مسابقة رقص؟ هتصدقني لو قلت لك ما أعرفش. طول ما أنا معاك ما تخافش، إحنا ليه هنكسب؟ أنا خايف أخسر لأن ياما خسرت. تعرف ليه؟ لأنك لسه ما كنتش تعرفني. معلش، يا رب. اسمحي لي بالرقصة دي؟ لا متأسفة ما أقدرش. ليه ما رقصتيش معاه يعني؟ ده شاب في سنك وعنده ديل حصان ولايق عليكي في الرقص. انت اللي لايق عليا اكتر. بصراحة انا مش عارف ايه اللي عاجبك في واحد كبير زيي وقدامك الشبان الصغيرين كتير. انت اللي عاجبني، وبطل الكلام ده وقوم نرقص. ايه اخبار الامتحانات يا استاذ؟ الحمد لله انا ماشي فيها كويس. طب الحمد لله. وانت بقى؟ انا عايز اخلص. في حاجة أنا مستغرب لها قوي. حاجة إيه؟ الورشة اللي إحنا بعناها. مالها الورشة؟ صاحبها اللي اشتراها من ساعة ما اشتراها وهو قافلها. أنا مش عارف هو اشتراها مني ليه. ما يمكن يا أخي عايز يفتحها أي حاجة تانية. لا 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 أبدا، ده وإحنا بنكتب عقد المبايعة قال لي إن عاوز الورشة زي ما هي. دلوقتي بقى يعرف يرقص؟ مش هتصدقي لو تشوفيه. طب خلاص خليه يعزمني مرة. أبدا ده بعدك. إيه بتغيري عليه؟ موت. الو امي. عسليم امي. سافا شنحويلكم؟ شنحوي الاحلام. وبابا لباس؟ لباس. هو لباس؟ ايه الحمد لله. مش عندكم جديد؟ اوكي. انا بقى جايبالك حته دين خبر يجنن، بس مش عارفه هيفرحك ولا هيزعلك. انت كل كلامك فرح يا توت. خير؟ ثلاث عرسان ليكي؟ ليه ده ايه؟ لبناتي. يعني انتي نزلتيهم كده في المزاد ولا ايه؟ عملت عليهم اوكازيون. بس بقولك ايه، مرضيتش اديهم ابدا رد نهائي لغاية مشورك. هي دي في عايزة مشورة؟ يلا خليه يشيل. والله ده انا كنت حاملة الهم، عمال اقول دي لو اتجوزت بابا هتعمل ايه في بناتها. والله كانوا صعبانين عليا قوي، مش عارفة هيقعدوا فين. يا سلام، ما شلتهمش الارض تشيلهم عينينا يا توت. تسلم عينيكي يا روح توتة. اصل احنا كنا في فرح بتاع ناس قرايبنا، واحد بقى شاف البنات اتبسط منهم قوي، اخذ واحده لابنه وواحده لابن اخوه وواحده لابن بنت عمه مراته، اخذهم كده شروا باكج. الف الف مبروك يا حبيبتي. بقولك ايه، ما تفرجي عني انا كمان وتجوزي توتة لباباكي. ربنا كبير يا تفيد. امال عايزاكي تسافري ليه؟ ده اللي محيرني ومقلقني في نفس الوقت. طب وهي بتكلمك يعني كانت مبسوطة ولا متضايقة؟ لا صعب برشا باش تعرف ماما كان قلقانة ولا فرحانة. ايه ما بيبانش عليها؟ لا بالكل. طب هتسافري امتى؟ انا حجزت على طيارة غدوة. غدوة بكرة مش كده؟ غدوة بكرة. طب هتغيبي كتير؟ حاجي قبل موعد المسابقة. انتي مصرة على المسابقة دي؟ انا نفسي انجح معاك في اي حاجه. الو، ممكن من فضلك اكلم عبد العظيم بيه؟ ديدي ديدي
بتقولي في دي؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك. ركبك، 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 ركب ايه بس يا بابا؟ ده انت لسه في اولها يا وحش. اقصى عليك يا عبودي كده برضو طلطعني كل المدة دي على التليفون؟ لا بقى، انا زعلانة منك خالص. انا كنت هقفل السكة ومش هطلبك تاني. اقصى عليا ومليون اقصى. لا مؤاخذة حبيبتي، معلش، اصل انا كنت بجري من لفتي، اتشنكلت وقعت. زارع بصل بس الحمد لله ربنا يسلم. ايه يا حبيبتي؟ انت مش كنت قايله لي هنتقابل وترد عليا بعد شهر؟ ما هو فات شهر ويومين وخمس ساعات وخمسة وعشرين دقيقة. لعل المانع خير. أنا فكرت في كلامك اللي أنت قلته لي، ومن حيث المبدأ أنا موافقة، بس لازم أشوفك الأول. جايز يعني ما تعجبنيش، وعايزة أقعد معاك وأدرس شخصيتك. جايز شخصيتك ما تعجبنيش، وعايزة أقابلك وأشوف طريقة لبسك. جايز طريقة لبسك ما تعجبنيش. أنا تحت أمرك يا حياتي. أنت بتقولي تأمري، ده أنا ما صدقت إن أنت قلتي لي هنتقابل. قولي هنتقابل فين؟ وإمتى؟ والساعة كام؟ ده أنا ما صدقت، ده أنا فرحان. أه والله فرحان. ما صدقت إن حان وقت اللقاء. أه حياتي. مالك يا بابا؟ حضرتك ما بتاكلش ليه؟ لا مفيش. بابا من ساعة ما جه من بره وهو شكله متضايق. في حاجة مضايقة حضرتك؟ لا أبدا سام، الشغل عندي كتير اليومين دول. رايح فين؟ لا أنا مش بعت الحمد لله. ده ما أكلش خالص. أكيد في حاجة. ايوه انا لسه واصله. الله يسلمك، ما تتصورش قديش وحشني. انت كمان وحشاني قوي. ما تصوريش انا متضايق قد ايه، لاني عارف اني مش هشوفك الليله. مش عارف اعمل ايه. زي ما اتفقنا هكلمك كل ساعه عشان احس انك معايا. والله انت هتروح بكره تاخد خط دولي؟ خلاص ابقى اكلمك انا مره وتكلمني انت مره. اوكي انا دلوقتي هاخد شنطتي واشوف مين هيستناني. اوكي وحشتك. الحمد لله على سلامتك. يا حبيبتي عزيزتي يا ريس. مسافة بعيدة ما تقدرش تكمل. يلا مفيش ماما، شو حبيبتي نجي مستعجل. انت بتحب تروح لبلادك؟ انا روحت. ها وناوية تقعد هوني على طول؟ زي الخدمتية. قولي انت ليش حبيت نجي في ساعتها؟ بتعرف شكون ديما تسألني عليك؟ مش مهم، ما قولي انت علاش؟ توك في نص التو تعرف كل شيء.